ما زلنا في مهرجان العالمين وبنتكلم عن مهرجان الدراما في مدينة العالمين الجديدة واللي هيتم استقباله يوم الخميس المقبل. ده على مستوى الحفلات، هيكون مهرجان الدراما في دورته الثانية هيقام في مدينة العالمين ضمن فعاليات مهرجان العالمين زي ما ذكرنا في دورته الثانية، دورة المهرجان الدراما الثانية تحت عنوان 60 سنة دراما، وده في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عام على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري. هيكون في تكريم كبير لصناع الأعمال الدرامية واللي هيتم تقديمها خلال العام 2023 سواء في موسم رمضان اللي فات أو خارجه. بالنسبة للجنة التحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في هيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وبتضم في عضويتها نجوم كبار كالنجم كريم عبد العزيز والنجم إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي والكاتب عبد الرحيم كمال. و هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا المهرجان في نسخته الثانية مع المخرج الكبير جمال عبد الحميد ورئيس لجنة التحكيم في هذا المهرجان. بنرحب بحضرتك معانا. الله يخليك، الله يكرمك، ألف شكر. أهلا بحضرتك. يعني في البداية قول لنا يعني آخر الاستعدادات للنسخة الثانية لمهرجان الدراما واللي هيقام في مدينة العالمين وتحت عنوان 60 سنة دراما. هو بمناسبة 60 سنة دراما اللي احنا مقدمين، يعني انا عامل عمل بقدم فيه خلال العرض الاعمال اللي اتعملت في مصر من 60 سنة، اغلب الاعمال وخاصة انا ذاكر اغلب المخرجين والمؤلفين والممثلين رحمة الله على الجميع، يعني ذاكرهم في الحكاية في التركيبة، يعني هيبقى ده في العرض نفسه اللي أنا عامله يعني. بس إنه بحبنا لمصر والتاريخ المصري، التاريخ المصري هو الأساس بالنسبة لنا يعني، فإحنا عاشقين جدا ما حدث في مصر من المخرجين والممثلين والمؤلفين الكتاب يعني، والديكورات والإضاءة والميوزك وكده يعني. طيب عايزين نعرف من حضرتك ايه المعايير اللي على اساسها بيتم ترشيح الاعمال الدراميه في المهرجان وتوزيع الجوائز؟ حب الناس، حب المشاهد. احنا اساسا اللي احنا طالبينه الأعمال اللي هيتم ترشيحها للجوائز هي الأعمال مش رمضان بس، لأ السنة بالكامل، السنة بالكامل بما فيها رمضان يعني، مش الأساس شهر رمضان خالص، الأساس هو السنة كلها والأعمال اللي تمت فيها. أفضل مسلسل، أحسن ممثلة، أحسن ممثل، أحسن مخرج، تصميم الملابس، التصوير، الموسيقى، السيناريو، ومسلسل الكوميدي والمسلسل الدرامي، وافضل ممثلين سنويين وهكذا يعني. احنا ان شاء رب العالمين باذن الله الناس اللي احنا مرشحينهم في الاعمال دي ياخدوا جوائز باذن الله. لحب الناس في الدراما اللي تقدمها. طيب الجوائز زي ما حضرتك ذكرت هتكون للأعمال الدرامية لهذا العام، هل هيكون في جوائز هيتم تقديمها أيضا للنجوم الكبار في عالم الدراما زي ما حصل في النسخة اللي فاتت؟ ده موجود فعلا، يعني غير الترشيحات اللي احنا عاملينها والجوائز اللي هتتعمل لناس عملوا أعمال، يعني في ناس كتير جدا هيجوا ياخدوا جوائز في المهرجان يعني. نشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل التوفيق للمهرجان في نسخته الثانية. المخرج الكبير جمال عبد الحميد ورئيس لجنة التحكيم لمهرجان الدراما.